انت تو الانتخابات تاع فما انتخابات هذول في قيس سعيد قيس سعيد وحده والله مش مجامله ولا هاو مش الواحد به هو رجل هدن والله نقسم بالله انا نحكم على عائلتي الكل قيس سعيد مش تو كلها ولاد بلاد اما نظمها هو كل حاجه حتى راجلي كان يخو في 190 زادوه ها ولا 240 هاي لا مش حتى على شهر راجلي ليه البلاد ماشي في الطريق كي يعفس يعفس والله يعني شنو تقول لك الفاسدين اللي يحبوا يمسوا دم التوانسه واللي يحبوا يسرقوا اذوكم هم اللي فسدوا من الثوره هردها ابو عزيز شد حرق روحه ولا الدنيا تقلبت اما كنا الحق باللي زين الواحد مش خايف كابس لا فهمها المخدرات لا فهم السرقه تو تبدا تخاف على روحك انت والله مثلا لا نحن بقعتنا نظيف ما فيهاش المخدرات والحكايات اما على الشعب الكل الموت ولا تكذبانه كل اجرام كثر برك هاي نسمع في الراديو ديما بحذي اليوم برك راجل ذبح مرته وولاد في الاخبار كيفاش مش تقول به انت توا كما قلت لك قادمين على معناها انتخابات قيس سعيد شنو الحاجات اللي طلبها منه بخلاف البلديه شنو الحاجات طلبها في منطقه يقدك الشباب يدبر لهم خدم هكا هو اما انا والله زفت عد عشنا في الباهي وعشنا في الخايب وعشنا المتوسط ومستحمدي الرب انت تصورها توا قيس سعيد موجود جاي لهنا شنو تقول له اول كلمه تقولها له شنو؟ نقول له نظف الدنيا ينظفها من السرقة مثلا من المخدرات هاو كان قبل الشرب خير من بعض مخدرات يشرب شوي يمشي يرقد هما تو مساكين مخاخهم متنصت انت عندك ولادك بطالة؟ لا 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 كبار ولاد يخدموا عندي ولاد بنتي والله بيهم مريض يسكنوا في المرنقي ولا عندها بنيتي حتى شيء مريض تو عنده 7 أشهر ما يخرج. شو كان يخدم؟ كان يخدم تاكسيست تو مريض هو حشك كلاويه والكبدة وعنده 4 صغار والله العظيم قلت لك لا واحد كان أخوتها يعاونها لا عندها شيء. هي مشيت حكيت اتصلت بال. تو نعملولك شيء والله. مثلا هما اللي يبيعوا طماطم تلقاها بدينار مره اخرى تلقاها نقولوا ب 15% اي كل واحد كيفاش يبيع مش مثلا صوم واحد اي ولهنا فماش مراقبه شنو رايك؟ وليدي فهم شيء ما فهم شيء والله لا يطل ولا يجوا ولا يقولوا حتى يعملوا حاجات للبلاد فهم شيء احنا هنا وعدنا غاديك الوسخ تراب تو عنده 4 سنين كي يهب الريح الكل يرجع لنا على الضياء حتى ما نحنوش فيه ها بحذا السيلون هنا ها هاو نو السيلون البلديه وين ما فماش تو رئيس بلدي مشيتوا حكيتوا انتوما باش نظفوا لكم حكينا شيء لمن يسمع والله لا من يسمعك الوسيخة هذه أكيد تضركم في صحتكم مش تضر والله حنوشة وعقارب وواحد راهو كنت على الزيقويات الكل حطها غاد ها لا واحد يتلفت نبحنا وسكت هاتا ونجو يعطوا الحديث وما يجوش انت تو كنت خارجة من السوق حكينا على القفة نتاعك هذول القفة نتاعك طرف طماطم وفلفل هانيو وصل قداش كلفوا دوك والله 20000 ها والله نقسم بالله راجلي ياخو في 190 هكاهو بلاش تعمل هذي كان مش ولدي ساعات يعاوني ما تعمل شيء ضو ماء ياسر راجلك شكون ياخذ؟
كان قبل يخدم مع أخوه في الفلاح وطاو كل حد في ما كتعرفش الأخوة. نسي اللي يخدموا في الفلاحة أنت أكيد تشوف فيهم يومين معاناتهم متاعهم كبيرة. والله مساكين تعبين والله يمشوا تجي العشية الكاميون ولا يهزوه. لا ما نخدمش. لا لا خويا أما بحذايا شكون تهزهم يمشوا كل مرة ويعملوا كل منشر متاع الطماطم المشرح. مساكين يروحوا الخمسة متاع الصباح. علاه انا ربي واحد محسوبني ما نخدمش مش مساكن والله تعبين والله بنويت ماخذين الباك ويخدموا باش يلقوا باش يتزرزقوا. المعامله نتاعهم كيفاش يعاملوهم؟ انت تو شنو طالب بالسلطات؟ يكون هذاك بحذا سيلو والله هربت كل شيء هرب من فم.